السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت بواحد لا فيديو لواحد الشيوه ما كاينش لي ما كيبغيهاش، اللي هو برماج بالدجاج البلدي والمكور. المكور اللي كيجي بنين بزاف هذا البرماج هذا. قلت علاش لا ما نبارطاجيش معكم لا غوسيت ديالي في برماج. وكيف العاده الا عجبكم هذا لا فيديو هذه ما تنساوش تبارطاجيوها مع الحباب ديالكم والناس اللي عزازين عليكم، وشجعوني بزاف بلي لايك ديالكم باش نزيد ندير فيديوهات اخرى، ونتمنى لكم فرجه ممتعه. تجينا واحد الدجيجه، هنا عندي دجيجه بلديه، وهنا درت فصوص ديال الثوم، درت 6 كبار يعني راس كله درتو. هنا جوج حبات ديال الطماطم، شويه ديال المعدنوس، وعندنا هنايا ثلاثه ديال البصلات كبار اللي قرطتهم غلط شويه صافي. عندنا المكور والسكنجبير والبزار خلاص، والملح وراس الحانوت. نشرملو بعدا هاد الدجيجه ديالنا، غادي ندير معلقه صغيره ديال البزار، وندير معلقه صغيره ديال السكنجبير، وندير نص معلقه ديال راس الحانوت والملح حسب الذوق. وغادي ندير شويه ديال الزعفران، وندير شويه ديال زيت الزيتون، هي واحد مقدار جوج معالق، من بعد غنخلط هذا الشيء. غادي نشربلو هاد الدجيجه ديالنا، نشربلوها من الداخل مزيان باش تجي بنينه. نديرو الدجاجه ديالنا في الكوكو، فوالا. نزيدو عليها البصله اللي ديجا قطعنا، نزيدو عليها المعدنوس، الطماطم قطعوها حتى هي رميضه، الرماطيشه ديالنا لجوج حبات، من بعد نديرو غير شويه ديال راس الحانوت، راس المعلقه، نديرو معلقه صغيره عامره ديال البزار، نديرو معلقه صغيره ديال السكنجبير، نديرو الملحه. نديرو القزبر حبوب مطحون نص معلقه، نديرو شويه ديال زيت الزيتون واحد ثلاثه المعالق كبار، ونديرو مقدار كاس كبير ديال الماء باش يتقلى لنا هادشي كله. من بعد ما تقلى لنا المرقوق، نزيدو بعدا الثومه ديال الخضرا. هنا انا ما درتش الحلبه لحقاش ما كنبغيهاش كتخلي الريحه، اللي بغى يدير الحلبه يدير، انا ما درتهاش ماشي ضروري صافي. كنمرقو هاهو،
صافي هنا غادي نسد عليها حتى يطيب لنا الدجاج. نحسو الدجاج طاب ابخي عاد نزيدو المكور ديالنا. من بعد ما زيرت على الكوكوط ديالنا هنا درت الطحين، درت الدقيق مع الفينو، درت 250 غرام في 250 غرام يعني نفس المقدار. صافي هنا غنديرو الملحة صافي وغنعجنو نورمال العجينة ديالنا بالما دافي. كنعجنوها مزيان كنخليوها بحال هكا مرخوفة نديرو مدة وكنخليوها مدة واحد ربع ساعة ترتاح ابخي نديروها في الوراق صغار باش نشكلوها على شكل رغايف باش نخبزوهم ان شاء الله. هنا من بعد ما العجينه ديالنا ارتاحت واحد ربع ساعه هكاك درناهم كيورات صغار وكنديروهم في واحد البلاطو كنخليهم يرتاحوا حتى هما واحد 5 دقائق. من بعد كناخذوا الاولى اللي كنا بدينا بها وكنديروها على شكل رغيفة اللي اكيد ما كاينش اللي اكيد كلشي كيعرف يدير الرغايف ديال المسمن ديالنا. صافي كنرققوه كنديروه رقيق باش كتجينا برماج ديالنا زوين. يعني هنا ما كنديروش الدقيق كنديرو غير الزيت صافي وكنطلقوها بيدينا ما نقووش الزيت بزاف من طبيعة الحال. صافي كنكملوا الرغيف ديالنا كلهم كنخليهم يرتاحوا وكنبداو ديما باللولة. صافي هنايا بديت باللولة راني قرصتها صافي ونخبزوها نورمال ما نخليهمش يتحمروا بزاف باش ما يجيناش كارمين غير يشدو حقهم في الطياب وصافي. صافي وكنبداو نفرتو هنا الابن ديالي قالك بغى يعاوني زعما كيعاوني شويه كيفرتت وشويه كياكل وصافي شبع ديك النار. المهم كنفرتو الرغيف ديالنا كنحاولو نحلو الملوي باش يجينا برماش زوين كما قلت لكم يجيش داير نحلو رغيفة ورقة بورقة وكيف العادة. من بعد الدجاج ما طاب لنا يعني ماشي طاب بزاف غير شوية نديرو هذا المكور هذا باش يطيب معاه يكمل طيابو معاه صافي وغادي نزيرو عليه يكمل الطياب ديالو. وهنا من بعد ما فرتناه رقيق كنقدموه كنحط يعني كنفرتوه نورمال ابخي كنقدموه في القصريه ديالنا وانا قدمته على هذا الشكل هذا حطيت التاجه في الوسط والمكور في الجناب ومطابق الحال كنرافقوا معاه لاصوص الا بغينا نزيدو وكيجي بنين بزاف يعني كنقول لكم الصراحه كيجي بنين بزاف في هذا الوقت هذا ديال الشتاء يعني في هذه الماكله هذه بصراحه كنبغيوها. وهنايا الزوج ديالي راه ما تسناش راه بدا كياكل. الى عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنساوش كيف العاده بارطاجيوه باش نوصلوا للعديد من اللايكات. الى فيديو اخر ان شاء الله بالصحه والراحه.